انت ما خدمت شبين برشا ولا في المنتخب؟ خدمت برشا كيما توا. ليه شوف المنتخبات من نهار انت علاش كلامك قلت لك كلامك صحيح وحتى كلام طارق. انت مادامك تجيب في مختار تليلي في برج السدرية ما تنجمش تحكي على منتخبات باهي هاك عملت ريزلتات رشحت كوب دي موند وبعد ما فهمت علاش سميت مختار تليلي بالذات ماهوش كفا اي ما عادش مختار تليلي لا يحكي على قبل وين خلطنا توا نحكي على توا نحكي شنو اللي وصلنا لتوا شنو اللي وصلنا لتوا ما هو باش يجي البلاتو كيما انا توا يبيض ويدافع نعطيو كاتيجوري على اساس شنو قيمته ماهوش كفء على اساس النتائج على اساس النتائج منتخبات الشبان اللي يشرف عليه ماهوش عمل اسلام. شو عمل فيهم ما عمل فيهم حتى شيء لا عمل تصديق الكلام هو خاطر كان تشوف حاجه تصديق خليك ما فيش بعضنا يكملوا نعطيك عن تجربه انا عندي تجربه صغيره نتاع 20 سنه في التسير الرياضي ما تنجمش تكون مهرج ومسير ما تنجمش هذه من هذه برك على نسحبوها مهرج نسحبوها بدايه انت اذا كان عندك تفسير اخر الواحد يجيب واشطح في ديماش حنا باعله هو لا انا هذا تفسيري على مسؤوليتي انت سمي حاجه اخرى انا واحد عمره 75 سنه يشطح في ميسيون تاع تلزا غدا الصباح يجيبوا له صغيرات عمرهم 14 سنه باش يعلمهم قيم كره القدم انا سمي تاريخ على مسؤوليتي انت سميه اسم سياد بلال لكن في السنوات الاخيره لا تصديق الكلام خاطر فما برشا حاجات راه صارت في منتخبات شبان وقت اللي كان مختار تليلي راهو الحقيقه يندى لها الجبين انا ما غير ما نحبش نحكي في لي ديتاي ما عندي فكره الحقيقه معناتها حاجات بعيده ياسر على كره القدم باش نبدو واضحين اعطينا امثله ما نعطيكش امثله انا ما نحبش نقول ما نحبش نقول طيش كلام هكا ما ندخلش في حكايه شوف فما ناس تعرف ويعرف وناس خدمه في تخدم في الفيدراسيون ونعرف انا فاش قاعد نحكي غادي في بوش سدرية مثلا تتعيط العباد تتعيط التربصات لو ليه تدفع الفلوس تحكي واضح فما ناس فما جواري شنو باش يعيطوا من جمعيته باش يعيطوا المنتخب يجي ولي يدفع فلوس يعيطوا فما جواري موجودين في المنتخب وما عندهمش ايكيبات في تونس ما عندهمش جمعيات ما عندهمش جمعيات وفي عهده وقت اللي هو كان موجود فما جمعيات وانا نعرف مش قاعد نقول انت تعرف ولعبت في الاكيب ناسيونال اعطينا رابور انت ما ساعد نخدم ليه اعطينا رابور عمله هو مصحفين نحب نشوف رابور ما هو شيء اشرف هو ما مشرف مشرف خدمته شنية يلاحظ ويعطي تقرير اعطيني تقرير نكمل قصيت عليك يحكيوا على الجون ما على الجون اخي احنا كل عام نطلعوا دي جون يلعبوا في السنيور تيو مره في العشر سنين لكن تدوز كل واحد تي ليه مو اغلى تو الاكيب ناسيونال عادوا 20 سنه ديما الباز نتاعو لي بي ناسيونو اللي التوانسه اللي يلعبوا لبرا ومولودين لبرا ومتكونين لبرا انا راه الحل منتخب 2004 عندك ويلي سانيول وعادل الشادي تمشي تجيب ويلي سانيول وعادل الشادي وما عادش عايد حتى الجوار من الكيب من البطوله الوطنيه عندهم منتخب يدربوا فيه ويلي سانيول وعادل الشادي وعادل الشادي ويلي سانيول لو ما ترشحتش جورجيا كاس العالم كانوا باش يهبطوا يحطوا الدوسي نتاعهم مع لي كونديدا اللي كانوا يحبوا يلعبوا في ناسيونال وفي الموضوع لا ينجموا يجيبوه ويلي سانيول لازمك تجيب اترونجي الدوسي نتاع الكونديدا كان على المود اللاعبين يلعبوا مع بعضنا هذاك ما حكيش مع بعض هذا ما دخلتش المخي انا الحل الوحيد صوب مطلب تنعيطوا لك تري موجود في العالم الكل راهو نبدا واضحين هذا العالم كي موجود لازم احنا نعطيو حلول احنا توا علاش نقعدوا كان ننبروا ما احنا زاد من نعطيو الحلول الحلول تجيب مدرب اجنبي وما تعيط حتى الملاعبين من البطوله الوطنيه جيبك عندك 20 ولا 30 ملاعبي يودي عندك فلوس توانسة صغار يعطيهم الفرصة عندك عام كامل لكم تفريق انا بيدي انا تو نحب نشري اخر رانج روفر بمليار تو نحب ماذا بي لكن عند الامكانيات عندك ورق دولة انت جاي ولازم المنصات ورق دولة عاد ورق دولة شو ورق دولة انا نلقاو له فلوس باش يجيبوا الفنان ب 200 مليون يغني وما نلقاوش نجيبوا البيجي نتاعك مليار للإدارة الفنية مليار في العام ما تنجمش تجيبهم الاجنبي راهو لازم تصدق عليه الوزاره اي بتبيع لانه ما تنجمش الفيدراسيون نمشيو نشوفوا لي سبونسور يجي اليوم 60000 يورو 70000 يورو حاول راهو وديع الجيري في الاخر حاب يجيب مدرب اجنبي لكن يا علي كملنا الموضوع دقيقه برك نكمل بليل دقيقه برشا 30 ثانيه اي باهي مش قسم 30 ثانيه راهو نعاودوا نحكيو انت تحكي على عادل الشادي راهو المنتخبات العالميه اللي ايرانيين في الشبان اقوى من في السينيور ورينا الكام تاع مدرب قطر كيفاش بدا مع الكادي اللي طلع سينيور الاخراني هذا يا من نتائج تاخذ تعطي لا نحكي على الخدمه صحيح قطر شو باش السنه تاع كوب دي مون تاخذ تعطي قطر بطل اسيا تي بطل اسيا نتائج تراجعت معاه بطل اسيا تعملها في بلادها مش هذا الموضوع رانا الشبان جيب لي فني كبير اعطيه 50000 دولار
برا الدولة تصادق عليه خليه يخدم وما تكلموش وما تهبطوش تصويرته باش ما يعقلوش في الشارع، سيبوه يخدم يترد اللي باش يترد ويجيب اللي يجيب كيما قال الكو، لا يجيب لك راجل كبير لا يجيب لك راجل صغير. شوف يا نوادي تتعطى يكمل مزيك كامل كاريرو يمشي يعطى. انا فما لاعب لاعب قديم عطاوه ليكول يرني فيهم في التكلويت يعني في التكلويت باهي بعينيا شو تفرج فيه فقط حتى نتفاعلوا مع العباد على سيد احمد تكري معناتها لا خاطر هو على المدرب التونسي يحب يحكي معناتها على عاون نبيل الكوكي او فلان او فلان من عين ما نحبش نسمي اسامي كي اسامي ما مقترحين مش انا معناتها اللي اقترحت مرة هذوما اللي لسه موجود عند سيد كمال يدي ما خاطر زاد الكومبيتونس راه عندها دور الكومبيتونس انا حسب رايي عندها دور والفيكوم انه يكون ماذا انا حسب رايي لازم يكون لاعب في المنتخب معناتها لاعب في المنتخب ويكون ان غرون واضح. باي نمشيو فاصل الموسيقى وبعد نكملوا السؤال الثاني من الحصه نتاعنا اليوم.